فما يبقاش الناس علينا. لان احنا دي بنات محرومه من ابوها، فما الناس ما توجعش اكتر من كده، يعني ما يوجعوش قلبهم. طب ما يرضيش ربنا. انا عايزه حقي من الاكاديميه ومن القاعه ومن الشباب اللي كانت بتصور اللي ما عندهاش امانه للبنات دي، ان هم لان مش بنتي بس اللي اترفع عليها ترند، في بنت برضو متقال عليها كلام مش كويس من نفس المكان. بس هي بقى سكتت على حقها، انا ما اسكتش على حق بنتي، لان انا بنتي الضفر اللي بتطيره برايفت اي حد قال عليها كومنت مش حلو. تمام. ادب اخلاق الناس كلها، والله الناس كلها بيشكروا في ولادي، محدش يقول عليهم حاجه وحشه عشان تعبت عليهم. انتوا تابعتوا يعني الكومنتات وكلام الناس؟ ايوه انا دخلت عليهم النهارده اتفاجئت. اخويا انا رايح على اخويا قال لي ايه اللي بنتك منزله ده؟ البنت ولا نزلت ولا عملت؟ والله ولا نزلت ولا عملت. ولاده لا يا عمته ما ينفعش، احنا مش بتوع الكلام ده. وهم عارفين يعني، تعرف فرح والله معروفه عندنا انها حد منطوي، لا بتتكلم يعني، ممكن نكون قاعدين كلنا كده في العيله بنتكلم وبنهرج وبنضحك وهي تلاقيها كلامها قليل، حد بتمشي في الشارع حاطه عينيها في الارض. والله عشان انا موجوع على قلبي، انا بقيت اتيال قلبي موجوع على بنتي، وبنتي زعلانه كسروا فرحها وكسروا فرحتها، يعني هي فرحانه. هل تواصلتوا مع اداره القاعه مع اداره الاكاديميه؟ كل اللي عملناه مع الاكاديميه، ولا احنا ما نعرفش حاجه. تمام. خدي رقم القاعه، كلمنا خدنا رقم القاعه كلمناهم. طب يوم اسمينا يومين. دي حاجه. تاني حاجه، واحد ولد اللي هو كان بيصور بالفون ده، قال له عشان انت حد محترم انا هشيلك الفيديو من عندي. بس في ده في كذا مصور، هو واحد بس، ده كان فيه يجي اربعه خمسه، يعني مش حد واحد. دول مسؤوليه القاعه. ايوه انا عايز حقي من القاعه بقى. القاعه هنا تشهير ببنتي، والكلام اللي اتقال لما يجي لها 10,000 تعليق ما فيش تعليق فيهم يوحد ربنا بيشكك في ادبها في اخلاقها في اهلها في تربيتها في تربيتي انا، تربيه ست بس بألف راجل. طبعا في ناس كتير تتمنى ضافر عيالي وتتمنى ان عيالي يكونوا عيالهم. وحضرتك انزل معايا دلوقتي في اي مكان اسال على بناتي، ولا بيعرفوا حد ولا بيكلموا حد، احنا ناس عايشين في حالنا ولا لينا في تيك توك ولا احنا بتوع الحاجات دي، مش حاجتنا ولا شكلنا، احنا ناس بلدي زي ما انت حضرتك شايفنا كده. واحنا اهلك واسرتك لما شافوا لموني لموني انا اخويا زعلان، اخويا زعلان، اخويا زعلان يقول لي ليه؟ قلت له انا والله وابن اخويا، انا ابن اخويا هو اسمه ايه اللي في فوتوغراف، قال لي يا عمته انا ما برضاش اطلع اعمل فوتوغراف بتاع التخريجات كده عشان هي كلها مكاسب على البنات اللي بتصرفي عليها ترندات. وقال لي ما ينفعش يا عمته. قلت له والله وانا النهارده بيتعمل عليا طبعا، قال والله لو اعرف ان هو اذا كده ما كنتش رحت. هي الناس مبسوطه، كل الناس بتتمنى. هقول لحضرتك حاجه، حضرتك اسم انا ما اعرفش اسم القاعه، بس ممكن نوصل عن طريق الاكاديميه. تمام. ومعايا رقم قاعه، انا ممكن ادي لحضرتك الارقام بتاعتهم. حضرتك اطلب الفيديوهات بتاعه الحفله، شوف كم الناس، شوف كم بنت رقصت، شوف كم بنت هيصت، شوف كم بنت عملت حاجات اكتر من اللي بنتي عملتها. دي بنتي انا اللي تطلع ترند ويتقال عليها كلام مش كويس. عشان ايه؟ عشان فرحانه بنتي لا كانت بتسهر ولا كانت ماشيه في شارع مع حد، انا بنتي كانت معايا انا ورايحه احكي.